ومساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الطب والتجميل. رح نحكي اليوم عن مرض شائع وهو الأكزيما يلي بيعانوا منه كثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو كبار. كيف ممكن نتعامل مع الأكزيما وأيمتى ممكن تتحول لالتهاب؟ وكثير من التفاصيل رح نطرحها اليوم على ضيفتنا الدكتورة لمى عبد الكريم أحمد وهي اختصاصية أمراض جلدية وتجميلية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. عم نحكي اليوم عن حالة في بعض الناس بيفكروا أنه هي حالة مرضية مؤقتة ممكن تروح لحالها وممكن ما تحتاج علاج ويمكن يتم إهمالها، ولكن أحيانا بيكون العكس صحيح. أحيانا بتنتشر، بترافق حكي. في بعض المعلومات بيقولك لا تحكي، بتطلع بالمنطقة اللي جنبها. يعني اليوم هيك من خلال تواجدك خلينا أول شيء بداية نعرف شو هي الأكزيما طبيا. هي الأكزيما طبيا هي أساسا التهاب جلد بتشكل، بيكون على شكل حويصله بالبدايه، بنزل هيدي الحويصلات بعدين بتطلع سائل بتجف وبتتجلب وبتتسمك وبتعطي شكل هي الاكزيما. هي لها انواع كثير، يعني في انواع بتكون عند الاطفال بنسميها اكزيما تأتبيه عند الولدان او بنيويه، في انواع بتكون عند الكبار مثل اكزيما الملامسه اذا كنتي بتلامس مثلا مواد معينه، حنحكي عنها اذا بتحبوا بالتفصيل بعدين. مواد كيماويه قصدك؟ ايه حنحكي عنها بالتفصيل. شغلات ثانيه كثير، في عنا إكزيما تحسسية، في إكزيما على الأكل، يعني إذا بيأكل بعض الأكلات الشخص ممكن يصير عنده إكزيما. إكزيما حفاضة عند الأطفال، إكزيما شتوية وهلا جايين عليها نحن هلا على موسم الشتاء. إكزيما مثل ما قلنا كمان للي بيغسلوا كتير إيديهم كمان، وإكزيما دهنية. هاي بالنسبة لأنواع الإكزيما ولا تعريف الإكزيما. شكل الإكزيما حسب نوعه عم يختلف ولا بتعطي دائما نفس المظهر؟ لا بيختلف على السيرة. لا بيختلف، بيكون في عنا شكل حاد وشكل مزمن مثل ما قلت أنا بالحويصلات. يعني بتجي في ناس بتجيكي بهذا الشكل بيكونوا لساتهم الحويصلات فيها سائل، هيدي شكل حاد حاك. شكل مزمن بيكون شكله بهيك مثل القشور والوصوف وتحزز بالجلد أو تسمك بالجلد بيكون موجود فيه. طيب خلينا نروح للأعراض. في أعراض رح تسبق قبل ظهور هي البقعة مثلا على الجلد، إنه نحن حنحس بشيء قبل، يعني تخبرنا إنه نحن رح نصاب بالأكزيما أو ممكن لا؟ ممكن تبلش الحكي أول شيء، وممكن تبلش العرض بشكل مثل ما قلنا الحويصلات الصغيرة اللي نحن شفناها. أعراضها هي عامة الحكة والتخريش، وهي أعراض عامة عند الكل، تنتشر عند الكل. بكل الجسم؟ بكل الجسم أنواع. لا هلا مثلا إكزيما الملامسة على مثل، مثلا إكزيما الملامسة في منها نوع تحسسي، إذا أنت لمستي شيء بيطلع بالجسم بإيدك وبينتشر، بيطلع بغير مكان. وإذا حكيت بتكبر؟ لا يفضل ما تحكي، مو مشان إنها كبرت، لا مشان تنتشر، مشان ما يصير سحاجات بالجلد أو إنتاج جرثومي أو إنتاج فيروسي. بس إنه هاي القصة إنه لا تحكي بتكبر وبتنتشر بقى الجسم. لا تحكي بتكبر، لا لا تحكي بصير عندك إنتانات ثانية. طيب لا تحكي بتنتشر كمان؟ لا لأنه بتنتشر حسب نوعها. يعني هلا مثلا الإكزيما البنيوية عند الأطفال الصغار اللي هني تحت عمر السنتين، هدول ممكن تبلش بالوش وتنتشر بالجسم، يكون في التهاب بالجسم ويكون في جفاف بالجسم. مزبوط. هاي ممكن تنتشر هاي عند الصغار، أما عند الكبار مثل ما قلنا الإكزيما الملامسة أو أنواع كثيرة هي من ضمن الإكزيما الملامسة، أو تنقسم نوعين، نوع تحسسي ونوع تخريشي. هيك بالأقسام. تحسسي إيه؟ مثلا أنت لمستي الشغلة مثلا صبغة أو كريم أو شيء حطيتي على راسك بس صار عندك اكزيما ببطنك، ما انا دكتوره بيجوا بيقولوا لي انا حطيتها على راسي، شو هاد اللي على بطني، شو طالع لي اكزيما؟ لانه تحسس. في ناس بتكون بس تخريش، مجرد ما بيغسلوا ايديهم كثير او ستات البيوت على الجلي بيصير على ايديهم، بس على ايديهم خلص بتكون على، او على رجليهم بسبب الشطف. انا بحس البندوره، يعني تجربه شخصيه. طبعا اكزيما الملامسه قسمين، قسم بتكون للتنظيف يعني مواد التنظيف والمواد المخرشه، وقسم فعلا للاكل، واسمها بتطلع عند الشيف او بتطلع عند ست البيت. بندورة، توم مثلا تكون على رؤوس الأصابع، تمام؟ هيدي هيك خاصة بأنه أنت عم تعملي على الأكل، بخصوص الأكل. طبعا في أكلات أنت بتاكليها خصوصا عند الأطفال، مو أنت بس عم بحكي بشكل عام، خصوصا عند الأطفال مثل حليب البقر، مثل عنا فول الصويا، فول السوداني، القمح، منتجات القمح، البيض، هدول بيطلع بياكلوهم بيطلع عندهم إكزيما ممكن كتير. طبعا في اكلات ثانيه بس هدول الى نسبه 75% من الحالات. طيب مع تعدد انواعها وشكلها اذا بنقول واسبابها، كيف اليوم بيتم تشخيصها دكتوره؟ هلا حسب نوعها. الاكزيما البنيويه عند الاطفال اللي هن تحت عمر السنتين كتير بتجي، بيجيني الاهل دكتور انا رايح ابني اخذينه لعند كذا دكتور، انا بدي تحليل تعملي لي اياه اتاكد تماما انه معه اكزيما او لا. طبعا بهي الحاله لا، بهي الحاله ما في تحليل. حالة الإكزيما البنيوية عند الأطفال نعتمد على معايير تشخيصية، تمام، على طبيب، على هو شو بيشخص. بيكون عنده شيء 4-5 أعراض،
ثلاثة من خمس أعراض بنشوفناها لأنها إكزيما بنيوية. مثلا نضرب مثال، بيكون على وش الولد إكزيما بخدود وحميران خد، جفاف جلد كامل، التهاب جلد واضح، قصة عائلية أو شخصية للتأتب بيكون عنده، أو خلينا نقول للتحسس عشان توضيح أكثر، بيكون عنده بالعائلة وراثية ربو. طبعا بهيدي الحالة وراثية، إما ربو إما تحسس إما التهاب أنف تحسسي، هدول القصص بيكونوا موجودين بالعائلة أو عند الشخص نفسه، وإضافة للثانيات وإصابة كامل الجسم والجفاف. وأحبت الأطفال كتير صغار من لقية أنه بتبعد عن منطقة الحفاظ، في إكزيما للحفاظ هاي نوع تاني، في إكزيما بنيوية هي بتبعد عن الحفاظ لأنه بتكون منطقة أرطب بتخفف من جفاف الجلد فيها. كان إكزيما الحفاظ هي حالة طبيعية بالنهاية، حالة خلينا نقول تلامسية على الحفوضة، على مواد مثلا، على المواد بتكون بالحفوضة، هيك خلينا نقول. بإكزيما الملامسة في عنا طرق تشخيصية أكيد، في شيء اسمه اختبارات الرقعة نحن هيك بنسميها، بتكون موجودة في شيء بتكون موجودة طبعا، بنحطها على الظهر، بنحط المواد اللي احنا شاكين فيها ومنراقبها بعد يومين، بعد ثلاث ايام، بعد اسبوع، في ناس تتاخر اسبوع. في مواد محسسه مثل بعض انواع الصادات، في كثير حالات نحن ما بنكون حاسبين الحساب الادويه، بنحط كريم مثلا صاد مثل نيومايسين مثلا بنحطه، ما بيطلع تحسسه لاربع خمس ايام، ممكن كثير ما بيبين فورا، فلكن بنستنى نشوف اذا نحن شاكين انه هي القصة بتصير فردية بهيدي الحالة، إنه كل شخص شو المواد اللي بتعرض عليها، شو طبيعة جسمه، شو طبيعة عمله، شو بتعرض. مثلاً عمال بيشتغلوا بمعمل نسيج، ممكن من النسيج، ممكن من المطاط، ست بيت من الصبغة، من شغل البيت، كريمات، بتكون راح عند دكتورة جلدية تعمل تأشير أو تفتيح، مثلاً جاي لعنا عامل تأشير أو تفتيح حاطة كريمات، ممكن متحسسة على كريمات وصار إكزيما، أو لحالها حتى ممكن الحالة النفسية، يعني من لقى بعض الأشخاص طبعاً ممكن الحالة النفسية، بس أكثر خلينا نقول حالة نفسية بتجي عند الإكزيما البنيوية. الإكزيما البنيوية مو بس بتكون عند الأطفال، هي بتبلش عند الأطفال بتكمل عند البالغين، هي بتبلش من عند الطفل للبالغين، والحالة النفسية كتير بتأثر لأنه هي إلى أساس وراثي ومناعي. طيب. فالأساس وراثي ومناعي، الحالة النفسية بتلعب على الأساس المناعي. طيب. دكتورة خلينا نحكي عن موضوع العلاج. دائما لما تطلع هيك الحالة فورا يعني بلشوا بنروح على الصيدلية، كونه الأقرب ومن خليها. جارتي بتقلي أنا استخدمه وأنا قصة، يعني هي ضروري جارتي أو حدا أنا مثلا يومي عنايا، أو إذا مثلا من زمان كتير مستخدمة نوع برجع موجود بالصيدلية بحط منه شوي، أو أنا عندي إياه أو استخدمته لأبني ومشي حاله. خدي ما تشتري، خدي هذا أنا عندي إياه، بكون خلص. أحيانا بيزبط على فكره عشان ما نظلم، احيانا بيزبط، بس الحقيقه الاكزيما بتجي باماكن كثير، ممكن تجي حول العين، ممكن تجي بمنطقه الحفوضه، كل وحده لها علاجها مختلف، كل وحده كريمه مختلف. كريم هون نحن ما في ادويه بتتاخذ لموضوع، لا بتتاخذ ادويه. هذا اللي بسالك اياه عن نوعيه العلاج، هل هي مؤقته ام هي لا على مدى طويل ممكن تكون؟ في عندنا مؤقت وفي عندنا على مدى طويل، بس بشكل عام الاكزيما بترجع. ليش؟ لانه انت الالتزام، خلينا نقول الالتزام بالشروط بالوقايه اللي هي لازم نحكي عنها، يعني هي اهم الابتعاد عن العوامل المسببة أهم بكتير من الكريمات الكورتيزون هالأساس اللي احنا بدنا نحكي فيها، فالوقاية هي الأهم. طيب وعلاجيا قبل ما نروح للوقاية، يعني انه ابتعاد أول شغلة قبل ما نقول انه وقاية، ابتعاد عن العامل المسبب. يعني إذا أنا ست بيت عم تجلي كل الوقت بقول له لبسي كفوف إذا في مجال، بتقول لي أنا لبست الكفوف وتحسست مثلا، أو تكسروا الصحون، في خسارات تتعود تتعود صدقيني بتتعود، هي القصة عادي بتصير بعدين، أول شيء صعبة بعدين نتعود عليها، مثل كثير شغلات يعني نحن بنصير نتعود عليها، بديها تكسير وتخباية يلا بصير خير. بس أحيانا بتحسس، الأهم أنها بتحسس من الكف صحيح. نفسه ممكن إلا تلبس كف قطن تحته، هذا الشيء بخفف حتى نفوذية مواد التحسس وبخفف التحسس، وبعدين بصير الموضوع عادي، بتقول لي يلا كاسة بالمجلى ما بدي أتركها نعملها، يلا ما بنخليها بنكون رجعنا صبنا بالإكزيما من برا وحده. هذا قصدي أنا، يعني قصدي إنه أنت ملتزمه دائماً، المسبب هو أهم خطوة بالعلاج، هاي أهم شيء، هاي أهم شيء. تمام. تاني شيء الترطيب، الترطيب خلال العلاج وبعد الشفاء، يعني أنت حتى لو ما عاد في إكزيما ما بصير تهملي الترطيب، ممكن تعلم لأنه صح؟ هلا إنه بتترك أثر طبعاً بسبب الحكة، ممكن تترك تصبغات، ممكن تفوت بقصص تانية، يعني قصة بتجر قصة بتصير عندها. صح. فنحن بناخذ العلاج وبناخذ الترطيب مع، أهم شيء الترطيب، لأنه الترطيب ليش مهم؟ بيجي مع العلاج مهم، وبيجي بدون العلاج أحيانا بتقول إيه خلص مش الحال تنسى المرطب. العلاج شو عم نحكي اليوم؟ العلاج بنتدرج فيه طبعا ممكن، بس بالبداية هي كريمات الكورتيزون، هيدي أهم شيء، وإلى تدرجات خفيفة متوسطة شديدة الطبيب بيقدرها، يعني ممكن الطبيب يشوف المريضة يقول هي
فورا بدها كورتيزون قوي موضعي. ممكن يقول لا حرام هون منطقه ما بس نحط فيها غير ضعيف. صحيح. مو كيف من كان بتصير القصه. نعم. وبصير لها وقت معين نحن بناخده فيها وبنوقفها، ممكن بشكل تدريجي او ممكن نعملها بشكل متقطع او تحت ضمات كتيم. يعني في كثير تفصيلات بتخص الاطباء. اهم شيء يمكن عفوا هي المده الزمنيه، لما مثلا الطبيب يقول له خذها 3 ايام فهو بيشوف انه راح له اسبوع فهو بثلاث ايام ما بكفي. تماما هذا الشيء. هي القصه ممكن تكون سلبيه طبعا، خصوصا بكريمات الكورتيزون او بعلاجات. هلا بنحكي كمان بالعلاجات الفمويه اذا بتحبوا. كريمات الكورتيزون طبعا العوده بتكون سريعه اذا ما كانت الايقاف تدريجي او تحت اشراف الطبيب، وبتصير كثير يعني دائما. طيب اليوم كريمات الكورتيزون ما لها تاثير سلبي فيما بعد؟ يعني اذا كان ما التزمنا نحن اليوم بموضوع الوقايه، مثل ما قلتي نحن عم نفوت من اكزيما لنوع لرحله علاج ممكن تتطور هاي القصه. يعني سلبيا يعني هدول كثره الادويه بشكل هيك سريع تذكر اليوم شو سلبيات خصوصا الكورتيزون؟ احنا بنعرف قد ايه بياثر بشكل سلبي على الجسم، فكيف الجلد؟ يعني انا ما بدي اخوف العالم انه بجيت لي دكتوره تجيني المريضه تقول لي دكتور انا ما بدي كورتيزون، هو علاج اساسي بس ينعطى بالطريقه الصح. بس لما بنعطى انه ولا اليوم اخذت بكره لا بعد بكره اخذت، صار لي شهرين عم باخذ، صار لي 3 اشهر عم باخذ، انا دائما عليه لاني برتاح عليه. عندي هذا الكريم المرطب، تمام؟ بتقلي عندي هذا الكريم المرطب، هو بيكون كورتيزون. كورتيزون ممكن يعمل شعرانيه بالجسم، ممكن يعمل رقه بالجلد، ممكن يعمل هو تصبغ بعدين توسع اوعيه، فكثير بدنا نكون حذرين وتحت اشراف الطبيب دائما. ولو سريعا نصائح اخيره اليوم بما يخص موضوع الاكزيما بالتشخيص او بالعلاج او باخطاء شائعه انت ممكن تشوفيها بالتعامل مع هذا المرض. هلا اهم شغله انه الجلد هو اكبر عضو بالجسم، هو كثير عضو مهم، هو عضو بيحمينا ما انه تفوت الجراثيم من برا لجوا. الاكزيما لما بتصير ما لازم نهمل علاجها او نطنش او نقول يلا بسيطه، لانه اي تخريش او انتان ممكن يصير ممكن ينتقل لجوا الجسم بشكل جروح سطحيه بتفوت لجوا الجسم. فاهم شيء نبعد عن الاسباب، نحاول نكتشفها، نتواصل مع طبيبنا، نكون تحت اشراف الطبيب. مو شو صار، حتى لو استفدتي مره على الكريم ممكن المرات الثانيه يكون في شيء ما تقدر تستفيد في تطور بالقصه ونحن اليوم بحاجه لتغيير العلاج او انتان ثانوي، يعني مثلا انتان فيروسي او جرثومي او فطري او طفيلي حتى. هلا هو ممكن يتحول لكلف فيما بعد؟ مو كلف، هي اذا صار حك كثير واهمال وضلينا نحكي هاي المنطقه بتتصبغ بتحرض الخلايا انها تتصبغ بهيدي المنطقه. دكتوره لما صباحك صحه ونحن ناطرينك بلقاءات يعني نحكي اكثر بموضوع الامراض الجلديه. اليوم يعني هو مرض شائع وبهم الناس كلها يعني. أكيد. شكرا لحضورك، يسعدني صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. هلا.